الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه السلسلة وتوقف الدنيا بأسرها على وجود طلبة العلم والعلماء، وأن ذهاب الدنيا بذهاب العلماء، وهذا ليس من عندياتي نفسي، بل هو وحي جاء من السماء أوحاه رب الأرض والسماء إلى هذا النبي الذي قد ارتفعت روحه في العلياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبقي يعني لم يبقي الله، حتى إذا لم يبق عالم لم يبقي الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. علامة العالم الرباني، أنا أتكلم على العالم الذي هو عفيف اللسان الذي لا يتكلم عن أحد بالنقصان إلا ما كان للشرع، على ما قال ابن مهدي وابن معين والثوري وشعبة، هؤلاء قوم تكلموا لله جل وعلا فجعل لهم في النفوس مكانات. علامة العالم الرباني الذي يقف حتى نقول هو الذي يؤخذ من قوله بأن هذا يؤخذ منه علم أو لا، علامة العالم الرباني التمسك بالكتاب والسنة، علامة العالم الرباني تعظيم السنة، علامة العالم الرباني لا يتكلم إلا بدليل، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. يقول الشعبي: العلم قال الله قال الرسول وغيره خل وبقر. ولذلك قال علماؤنا: ما العلم إلا كتاب وسنة. والحق كما قال الإمام الشافعي أصوليا: مدارك الأحكام على الكتاب والسنة نص ومعنى. فالكتاب والسنة وما كان في معنى الكتاب والسنة، إذن هو الكتاب والسنة، لأن القياس هو إلحاق ما كان في معنى الكتاب والسنة، لأن الشريعة الغراء شرعها العليم الحكيم لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مفترقين. لذلك هؤلاء علامتهم علامة العالم الرباني انظره عند السنة، وانظر فتواه، وانظر كلامه، وانظر إلى ما يتحلل أو ما يحلل به المسائل، كيف ينظر إلى الكتاب والسنة. الإمام الذهبي من ضمن ما قد أجمل وأحسن في الثناء على شيخ الإسلام قال: ما أحد حفظ المسند في عصرنا إلا أحمد، وأحمد كأن الكتب الستة بين عينيه، يأخذ ما شاء ويترك ما شاء. ولذلك قال فيه قولا عجيبا، قال: حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. انظر الرجل بحر نهر جارف في الحديث في الأصول في الفقه، وهو أستاذ العقيدة، سيد الناس تأسيسا وتأصيلا لهذه العقيدة، معتقد أهل السنة والجماعة. أما تعظيم السنة، أما العلم هو السنة، نعم الكتاب والسنة مليء بالآيات والأحاديث التي تبين تعظيم السنة. ولأننا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن فرقتين ضالتين حادتا عن طريق السنة، عن الطريق المستقيم والشرع القويم، منهم من يرد السنة كلية ويقول عقلي يقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على الوحي الذي جاء من السماء، الرب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف سيكون.
وآخرون قالوا نخفف الوطأة لأن السيوف على هؤلاء بطارة، فيقولون نأخذ بأحاديث ونترك أحاديث. وهذه بدعة مميتة قد أبدعها المعتزلة والجهمية وأهل الكلام من أجل أن يتخذونها أو يتخذوها من أجل أن يتخذوها تكئة لرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتقاد في الله ما لا يعني ما يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ونرد أحاديث الأحد. قلنا نرجئ هؤلاء الذين قدموا العقل الخرب، ولو كان العقل صحيحا لوافق النقل الصريح، الفطر تميل إلى ذلك، فكيف بالعقول؟ خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، ما قال يسلمانه. فالفطر السليمة تحرك العقل السليم السديد الصحيح ليقبل النص الصريح الذي جاء من ربنا سبحانه جل في علاه، الذي علمنا كيف أن طريق النجاة هو طريق الكتاب والسنة. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى فلا ورب، شوف مؤكدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. انظر بأن الله جل في علاه جعل لولاة الأمور في كتابه طاعة وهم محاسبون عليها. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن انظر إلى الفرق بين الآيتين، أطيعوا الله أطيعوا الرسول، ما قالوا أطيعوا أولي الأمر منكم، قالوا وأولي الأمر منكم، إشعارا ولفت الانتباه إلى أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. أما النبي فجعل له طاعة مستقلة لأنه جاء بوحي كالقرآن، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة مستقلة. وأولي الأمر منكم لأنه طاعته مترتبة على طاعته للكتاب والسنة. ولذلك أبو بكر خطب في الناس قال وليت عليكم ولست بخيركم فأطيعوني ما أطعت الله فيكم. وما من واحد من السلف من عالم نبيل كريم إلا وقال عليكم بالاتباع دون الابتداع. وهذا قال ابن مسعود وأبو موسى وعمر بن عبد العزيز وغير هؤلاء ممن شددوا على مسألة الاتباع دون الابتداع. الله تعالى أناط الهداية التامة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، فجعل تمام الهداية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بيّن الله جل وعلا أن العمل لا يقبل إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء بوفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. العبادات لا تقبل إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاعتقادات لا تكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسنبين هذا الباب حتى تعلم أنهم يعني حادوا عن الطريق المستقيم والشرع القويم حيدة عظيمة جدا قد تودي بهم إلى التردي، فهم في متاهات رد حديث النبي والجسارة على رد حديث النبي ويقال حديث أحد لا أخذ به في الاعتقاد. هذه بدعة مميتة، ضلالة أنشأها الشيطان من أجل أن يهدم الشريعة. وهذا ليس من عندي نفسي، هذا من كلام العلماء عبد الله الدايلمي بسند صحيح في سنن الدارمي، يقول ذهاب الدين بترك السنة، ذهاب الدين كلية يذهب، ذهاب الدين بترك السنة، وسيذهب الدين بترك سنة وسنة كما يذهب تذهب القوة أو يذهب الحبل بذهاب القوة بعد القوة، ذهاب الدين بذهاب السنة. لذلك قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والفضل العظيم بالقرآن المعجزة وبهذه السنة البيان الحكمة. ولذلك الله تعالى فتح له المجالات للتزويج، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني جعل له أكثر من امرأة، وهؤلاء المتنطعون المستشرقون الذين يعرفون بما لا يعرفون، هؤلاء الذين لهم عقول كعقول الصغار، أدبا كعقول الصغار، يريدون انتقاد النبي المختار صلى الله عليه وسلم على كثرة زواجه، وهذا قد اختاره الله له من فوق سبع سماوات. قال وجعلنا لهم أزواج، ليس له فقط وليس بدعا من الرسل، وجعلنا لهم أزواجا
وذرية. وكان من الحكم العظيمة في تعداد الأزواج الإعانة والدفع على عجلة الدعوة أنها تسير ولا تتوقف. فلذلك قال الله تعالى مبينا الفضل في تعداد الأزواج للنبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وذلك قال الإمام الشافعي: أجمع علماؤنا أجمع العلماء ممن سبقنا على أن الكتاب هو القرآن الكريم، وأن السنة الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الله جل في علاه يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجعل كل الاختلاف والتنازع يرد إلى الكتاب والسنة. ما اختلفتوا فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة طافحة بكثير من الأدلة التي تثبت أنه الأمة لا تعتدل إلا بالتمسك بالسنة، وأن الأمة ما حادت عن السنة إلا وقد سلط الله عليها أعداءها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل صحيحين: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والحديث العرباض بن سارية يقول: عذر النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت من العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع، فأوصنا نريد وصية نتمسك بها يكون بها النجاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة لولاة الأمور فيما لا يكون معصية لله جل وعلا. وهذا أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة، والذين يقضحون في ذلك يقضحون في أدلة واضحة جلية كشمس في رابعة النهار. ماذا يفعلون؟ كيف يفقهون ويعارضون والمنهج السليم الذي يقولون به: من وافقنا فهو حبيبنا، ومن خالفنا فهو عدونا، ومن وافقنا فهو العالم الأوحد، ومن خالفنا فهو الجاهل الأكبر. هوى متبع، وهذه علامة ساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال نصا بذلك: إن رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا فعليك بخلاص نفسك. أو في الرواية الأخرى قال: فانتظر الساعة. فهنا الاتباع هو الفاصل في هذا الباب، الاتباع. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. والكلام على أننا نأخذ بحديث الأحاد في الاعتقاد ونأخذ به في الاعتقاد، لا نأخذ بحديث الأحاد في الاعتقاد نأخذ به في الأحكام، هذه بدعة لم تعرف في الأولين ولا في المتقدمين. أنا سأبين فعلا بعد الأدلة التي تثبت الأخذ بكلية الأحاديث، وأنتم بذلك تعارضون النبي الأمين. إذن أعدوا للسؤال يوم القيامة جوابا، سنعد للمعصية التي نحن فيها جوابا، ونستغفر الله ونتوب إليه حتى يتوب الله علينا. لكن مجاسرة النبي، مجابهة النبي، رد حديث النبي، رد شرع الله على الله، هذا السؤال صعيب جدا في عرصات يوم القيامة. عندما يقول: أما أتاك هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن نبيي، كيف ترده؟ ولما رددته؟ من الذي أدخل لك أثار من علم؟ من الذي قال لك أن تفرق بينهما؟ أبو بكر فرق؟ الإجابة لا. عمر فرق؟ لا. عثمان فرق؟ لا. العشر المبشرون فرقوا؟ لا. أهل بيعة الرضوان فرقوا؟ لا. أهل بدر فرقوا؟ لا. صغار الصحابة المتأخرون منهم، صغار الصحابة العبادلة الأربعة فرقوا؟ لا. من وين أتيتم أنتم بهذا؟ ابن المسيب فرق؟ لا. عطاء بن يسار فرق؟ لا. أبو سلمة عبد الرحمن فرق؟ لا. عروة بن الزبير فرق؟ لا. سالم بن عبد الله فرق؟ لا. والفقهاء السبعة لم يفرقوا، أعلم التابعين على الإطلاق. ومن بعدهم أبو حنيفة، مالك، أحمد فرقوا؟ لم يفرقوا. من وين أتيتم أنتم بهذه البدعة المنكرة؟ ما هي إلا بدعة المعتزلة، وأخذها أهل الكلام الذين قالوا لننصب أنفسنا ردا عليهم، وتشبعوا ببدعتهم وأخذوا بها، فكانت حج عليهم لهؤلاء الذين قاموا ليردوا عليهم. والفرقتان على ضلال، الفرقتان على ضلال، لا ريب ولا شك بحال من الأحوال، الفرقتان على ضلال. والنبي المختار صلى الله عليه وسلم بين ذلك، سأبينه، بين ذلك أنه لا فرق بين متواتر ولا أحد في هذا الباب،
وهذه المسألة كما قلت لكم لم تعرف، التفريق هذا لم يطلع على السطح، ليس الكلام عنه لا يفرق بين أحد من المتواتر، لا، لكن لم يعرف التفريق بهذه الطريقة كما فرق الدين وقال فيه قشر ولباب. لما يجلس بئيس تعيس فارغ تافه لا يعرف شيئا عن الدين يأتي يراك في درس تتكلم فيه عن الحيض وعن النفاس وعن الاغتسال من الجنابة وعن كيفية الوضوء، يقول لك أنت ما زلت في دورات المياه يا جاهل، أنت لا تعرف حتى تعدد نواقض الوضوء، فتأتي تتكلم في هذه المسألة فتعلم، يقول لك الأمة ولها ما لها وعليها ما عليها، والأمور التي تأتي وتعتري الأمة تعتري الأمة من هذه النواة يا حبيبي، إن كنت صادقا حقا الأمة ستعلو من هذه النواة، وسأتيك بكلام بسند بأسانيد كالشمس عن خيار الأمة من السلف ومن التابعين يقولون بأن ذهاب الدين والدنيا بذهاب العلم والعلماء. الذي لا يعلم هذه النواة لا يعلم ما بعدها، الذي يتدرج في العلم لا يتقنه. تأتيني تقول لي تكلم في المهمات، طب أنت قبل المهمات ماذا فعلت أنت فيما بينك وبين رب الأرض والسماوات؟ هل صحت عباداتك وفق ما جاء به الشرع؟ هل عملت كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فطبقتها ونشرتها بين الناس؟ هذه من أهمية بمكان. لذلك يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من الأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا فلاح ولا سداد ولا رشاد ولا نجاح إلا بذلك. حتى من ادعى المحبة، أما قال الحسن هذه الآية آية الامتحان، حين قال الله جل في علاه في كتاب بيان قال الرحمن قل إن صدقتم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، علامة ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي إيش يقول من أحيا سنتي فقد أحبني، يعني لو كنت حقا محبا صادقا تحيي السنة، لما أنت بتقول قال السادة المالكية قال السادة الشافعية قال السادة الأحناف قال السادة السادة، وأين سيد السادة؟ أين سيد الناس؟ أين سيد الناس؟ لما لم تربط الناس بقال رسول الله؟ عندما تقول له الفتوى قل له وهذه الدليل فيها كذا، إن قلت أنك عاجز عن ذلك لا تعجز غيرك، الله أعطاك يعني إمكانيات لا تستطيع غير متاح عندك أنك تنظر وتفهم وتعقل عن رسول الله مراد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، اجلس بجد ما في شيء ما عليك أدنى شيء، برئت ساحتك بالتقليد الذي أنت فيه، لكن تقول الأمة بأسرها مقلدة وما في الأمة مجتهد ولن يكون الاجتهاد في هذه الأمة، ويضحك كذا ها من الذي سيقول إن في اجتهاد في الأمة؟ سمعتها، من الذي يقول في اجتهاد؟ معنى ذلك أنت ماذا تقول في قول الله تعالى الذين إذا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطون هذا اجتهاد ولا غير اجتهاد. عدمت الآية دي فقط مع من القرون، من 10 قرون مضت وانتهى الموضوع، ليس لها صالح بالزمان الذي نحن فيه، ها يستنبطونه مش موجود الآن. أنت مخير بأن أنت تجاهل الله جل في علاه وتكذبه وترد عليه آياته، أو تقول بها ثم تقول أنك خبت وخسرت، أنك تقول بهذا فتسكت لتنجو، تصمت لتنجو، أو يقول أو ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قليل، نعم قليل لكن موجودون. تقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. فهنا عندما تقدم أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم ما سيدت النبي، سيدت السادة، ويفتخر ونحن السادة الشافعية ونحن السادة المالكية. يا بني أنت سيادتك وعزك كان باتباعك لسيد الناس، لسيد الخلق أجمعين الأولين والآخرين، فلا بد أن تكون كذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي هذه هي، لا أن تقول قال العالم الفلاني وتقول قال الشافعية والمالكية، قل قال رسول الله. يقول من أحيا سنتي، مع ذلك الناس تموت بسبب البدعة التي أطلت برأسها علينا، وهي تنتشر الآن، تنتشر انتشارا عظيما. لما يخرج رجل جاهل لا يعرف شيئا في كل مسألة يأتي ويقول وهذه قد قال فيها الفلان كذا وعلان كذا والثاني كذا وأنتم مخيرون، هذه مسألة مستحدثة لم تعرف في الأولين، أعجب ما سمعتم من بعض الجهلة. نقول له الآن هل أبو بكر عمر عثمان علي احتفلوا بمولد النبي؟ ما أولا السؤال المطروح، من أشد الناس حبا لله، أنتم أم هؤلاء؟
طبعا ما الكذب هيكون فاضح جدا، سيقول او لا نقول طب لما لم يفعلوا ذلك؟ ان كان هذا الاحتفال تعبير عن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كانوا يبغضونه، هؤلاء لما لم يفعلوا ذلك؟ لما لم يفعلوا ذلك؟ شوف بقى الاجابه، ما فاضي فاضي لا علم له. فماذا قال؟ قال كانوا هم الصحابه كانوا مشغولين، اما نحن فاضيين، فاضيين نحن فاضيين نفعل ما شئنا. طبعا هذا الطفل الصغير، الطفل الصغير الذي يضع اصبعه في فمه لا يمكن ان يقول مثل هذا الكلام. هذا يذكرني بكلام الشافعي انه قال لاسحاق لما عارضه بالاثار بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليتني بك طفلا صغيرا اعرك اذنه اقول لك. قال رسول الله لا تضرب له الامثال، اقول قال رسول الله تقول سمعت واطعت. هذه علامه العالم الرباني الذي اذا تكلم فخذ منه حقا عندما تسمع من باذنك كيف يستدل، كيف يحلل الحديث، كيف ينتزع الحكم من الدليل، كيف يعرف مواطن النزاع بين العلماء ويفرق. هذا هو العالم. والحديث بقية ان شاء الله بعد الفاصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمه مع هذه السلسله لبيان مهام العلماء، وايضا بيان ثبوت الخير في هذه الامه بوجود هؤلاء العلماء النبلاء الرفعاء، مكانتهم علمهم الذي ينتشر بين الناس يضبط الطريق لمن اراد النجاة واراد الرفعة لهذه الأمة. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان، أصل من أصول إيماننا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتنقيص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم كفر مستقل، والاستهزاء بالنبي لا يتأتى على الاستهزاء بشخص النبي صلى الله عليه وسلم في وجوده فقط، بل الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تنزل هذه المنزلة، والتنقيص من قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنزل هذه المنزلة. قال الله تعالى بعدما أرسل الرسول بشيرا ونذيرا بين الحكمة من الرسالة، قال لتعذروه وتوقروه وتسبحوه، كانت له أصيلة، تعذروه وتوقروه وتنصروه وتوقروه تبجيلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل في علاه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد بين بأن من نبل المرء أن يعرف القدر والفضل لأهل الفضل، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، يعني ليس على هدينا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فكيف لنبينا، فكيف لنبينا؟ لابد من تعظيم وتوقير وتبجيل لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال أقدم العقل على 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 كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعم احتراما لشخصيته واحتراما لعقله وهو يهزئ نفسه ويستهزئ بها بل ويعرضها للخطر. ومن قال اقبل منه البعض واترك البعض، هذا فيه شبه من كلام اليهود الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. شوف الله تعالى ماذا قال عنهم، قال اولئك هم الكافرون حقا. هذا لا يقال هؤلاء، لكن فيهم شبه بهم. انت تقول نقبل بعض الاحاديث ونترك بعض الاحاديث، والله تعالى قد امرك ان تاخذ بكليه الاحاديث، وما أسماء مبهمة، فهذه تعم كل ما وصلك أحد أو متواتر كما سيأتي بيانه. فلابد من توقير النبي وتبجيل النبي بالعض بالنوارز على سنة النبي. أرأيت عمر بن الخطاب، تعرفون من عمر؟ عمر وما أدراكم ما عمر. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا عمر، ما سلكت فجا إن سلك الشيطان فجا غير فجا سلكته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول على الشروط المجحفة، الشروط التي في صلح الحديبية، يقول له ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ والنبي يقول بلى بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لما القتال والموت والذهاب إلى الجنة، إما النصر إما الشهادة. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يرشده، أنا رسول الله ولن يخذلني إلا هذا وحي، وجب علينا جميعا السمع والطاعة. يذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أن أبا بكر له الكلمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاوده وقال له أبا بكر يا أبا بكر ألسمع الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ شوف إيش قال بقى أبو بكر، لتعلم البون الشاسع والفرق الواسع، قال له إلزم غرزه، إنه رسول الله ولن يخذله الله. المسألة وحي، لابد من التعظيم والسكوت
والسمع والطاعة. لما قال أبو هريرة هذا هات هات بيانه، لازم يأتي بيانه هذا. لما قال أبو هريرة لابن عباس على أن الإنسان كان يتوضأ من ممسة النار، قال له انظر يا أبو هريرة سنتوضأ قريبا من الحميم الماء الساخن، يعني بيبين له أن هذه مسألة لا تكون كذلك. قال انظر إلى 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 يا أبو هريرة انظر سنتوضأ قريبا من ماء الحميم. فقال له يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، إذا حدثتك عن رسول الله ما عليك إلا أن تقول سمعته وأطعته. فلذلك أنا أقول تعظيم النبي يعرف بتعظيم سنته والأخذ بسنته دون التخصيص والتقييد بلا مخصص ولا مقيد. وأيضا تحكم العقول في النقول هذه ضياع الأمة. انظر إلى الزهري، الزهري قال كان ممن مضى من علمائنا يقولون السنة سفينة النجاة، السنة سفينة النجاة في سنة الدارمي. قال فنعش العلم ثبات للدين والدنيا، فنعش العلم ثبات للدين والدنيا. انظر لما سأتي، اطمن لتساتي الكبرى. وذهاب العلم ذهاب لهذا كله، وذهاب العلم ذهاب لهذا كله. شوف ما قاله سفيان كلام بديع، يقول كان ممن مضى من علمائنا يقولون السنة سفينة النجاة. قال فنعش العلم ثبات للدين والدنيا، من رمت الدنيا لابد من العلم، وإن رمت الدين لابد من العلم، الآخرة والدنيا في العلم. فقال فنعش نعش العلم ثبات للدين للدنيا والدين. قال وذهاب العلم ذهاب لهذا كله. وقلنا أن عبد الله بن الديلمي كان يقول يعني ترك السنة هدم للدين، هدم الدين بترك السنة، هدم الدين بترك السنة. لذلك أشوف ابن مسعود كان أسدا مغوارا لما ذهب إلى الرجل، وأنت من أول وهلة لو نظرت هؤلاء المتأخرون ممكن يقول لك إيش ما هذا؟ لا إحنا عندنا الأقوال جاءت عن كثير من المتأخرين، فنقول لك العلم والعلم السابق. هذا ابن مسعود أعلم الأمة وترجمان القرآن، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رمى أن يحضر القرآن غدا طريا فعليه بن أم عبد. يأتي لما قال له أبو موسى الأشعري وجدت أناسا يفعلون أمرا والله ما رأيته إلا الخير، لكن في القلب منه شيء لم يرى ذلك على الرعيل الأول. فقال له رجل كبير أخذهم وجعلهم حلقا يقول كبروا مئة سبحوا مئة، دخل منثما. ثم بعد ذلك لما نظر إليهم ويقول كبروا مئة هللوا مئة أحمدوا مئة كشف اللسان، ثم قال أتدرون من أنا؟ وهذا ليس كبرا، هناك أغرار أغمار لما تقول له رزقني الله بعبادة أو رزقني الله بكذا من باب تحديث فضل الله رفع له، من باب أيضا هذا الغر الذي لا يعرف قدرك علّه يفهم ما منحك الله جل في علاه فيعرف قدرك. وهذا دأب عائشة وعمر وأبو بكر، ودأب أبي بكر وعائشة وعمر، وأيضا دأب البخاري وأحمد. الغرض المقصود يعني هو لما يقول ذلك يريد أن يظهر نفسه حتى يسمع الجميع له ويعلمون أن العلم عنده. قال أتعلمون من أنا؟ أنا ابن مسعود، أنا أبو عبد الرحمن، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول أنا صاحب رسول الله، أنا صاحب بأمة بعده، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، ما أتى النبي بذلك، تأتون أنتم بها، يبقى معنى ذلك أنكم رأيتم أن السنة ناقصة فتكملونها أنتم بهذا. وهذا لازم فعل المبتدع. قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب الضلالة. بذكر تكبير تحميد تسبيح تحليل، نعم لم يأتي وفق الشرع. العبادة لا تكون بالهوى، ليست بهواك. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه. يحبه من أين نعلمها إلا من الوحي؟ يبقى كل ما جاء الوحي قلنا هذه عبادة يحبها الله جل وعلا. فقال لهم أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب الضلالة، تعظيما للسنة، تعظيما للسنة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. إذن الأصل الأصيل العالم الرباني الذي يأخذ منه العلم، العالم الرباني الذي يأخذ منه التضعيف والتصحيح، العالم الرباني الذي يأخذ منه التجريح والتوثيق، هذا العالم الذي تراه التصق بالسنة، التصق بالسنة. هناك طائفتان قد تجردت سيوفهما على بتر السنة وأهل السنة،
فرقة أضل ما تكون تقول العقل يقدم على النقل، وفرقة فيها شيء من الضلال تقول أنا ما أخذ بحديث الأحد في الاعتقاد. يبقى وجب علينا الآن أن نبين ونفند شبه القوم ونردها ردا جميلا، ونبين أن تأصيل العام في النجاة على الرعيل الأول ما كانوا يفعلون ما تفعلون. البداية تقسيم الأحاديث للمتواتر وأحد لم يكن على السطح، لم يعرف الأولين، يعني لم يذكر هذا المصطلح، كان موجودا لكن مصطلح الأحاد ومصطلح المتواتر عشان نقول أقبل المتواتر واثق الأحاد ما كان موجودا. اخترع ذلك أهل البدع والضلالة، اخترع ذلك المعتزلة أهل الكلام من أجل أن يتسنى لهم رد حديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فالحديث متواتر وأحاد، المتواتر هو ما الحديث الذي رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، مفادهم بذلك الأصل فيهم الحس، هذا الجامع. يبقى إذن هم جماعة، جماعة جمع يروي عن جمع، جمع يروي عن جمع مع استحالة تواطؤهم على الكذب. الآلة عندهم المشاهدة الحس، لذلك قالوا هذا المتواتر. والمتواتر متواتر لفظا ومتواتر معنى، المتواتر لفظا ومعنى هو الذي كما قلت جاء جمع عن جمع عن جمع عن جمع، كحديث مثلا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر لكنه لفظا، اكثر من 72 صحابي قد رووا هذا الحديث. والمتواتر الاخر متواتر معنويا، المتواتر المعنوي ان هو ياتون لمعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حكم معين فيتفق جمع عن جمع بنقله، او قل يكون من فعل النبي فيتواتر بين الناس كرفع اليدين عند الصوت. هذا بالنسبه للحديث المتواتر. حديث الاحاد هو الحديث الذي لم يبلغ الحد التواتر، حديث الاحاد هو الحديث الذي لم يبلغ حد التواتر. وهذا الحديث حديث الاحاد وان كان لم يبلغ حد التواتر لانه لكنه اذا صح تلقته الامه بالقبول، تلقته الامه بالقبول. وقد قال بعض العلماء هو يفيد العلم والعمل. وهذا قول الجمهور، كما ان الحديث المتواتر يفيد الاعتقاد ويفيد العمل، ايضا حديث الاحاد يفيد العلم والعمل. والذي فرق بين المتواتر وبين الاحاد هم اهل البدعه والضلاله، ارادوا بذلك ان يتخذوها تكئه لرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان السنه والجماعه يقولون بالتواتر والاحاد من اجل تقسيم العلم وتسهيله وتقريبه على العباد. هناك أدلة كثيرة جدا تثبت الأخذ بحديث الأحاد، الذين قالوا نحن لا نأخذ حديث الأحاد في العقائد أدلة كثيرة، بحر من الكتاب والسنة. أنا سأصدر حالة واحدة عشان المشاهد يكون قد تيقن منها، فقط عشان أبني عليها الأدلة التي ستأتي عشان ما يكونش سردا للأدلة. الآن الضحك صفة من صفات الله، خلي بقى حروب طاحنة ستقول هذا المجسم بيقول بأن الله يضحك، وإذا ضحك الله جل وعلا يبقى لابد من شفه ولا بد من لسان ولا بد من اسنان ولا بد من اضراس. انت في مخك شيء، انت عشعش الشيطان عندك، لانك قست المخلوق على الخالق والخالق على المخلوق، رفعت المخلوق درجه الخالق او قست الخالق على المخلوق. من قال لك ان الضحك او الكلام يحتاج الى شفا لسان؟ من قال لك ذلك؟ لو قلنا الله يتكلم تقول يحتاج الى شفا او لسان؟ لا، الببغاء تكلم ما فيش لسان عنده، الجنة تكلمت ما في لسان، النار تكلمت ما في لسان، الأرض تكلمت، السماء تكلمت، كل بحسبه وعلى كماله، والله له الكمال المطلق. ضحك ربكم يضحك، نعم يضحك، ليس كمثله شيء، ما في تشبيه. الله جل وعلا علمنا كيف نثبت الصفة ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعني اثبت، لابد أن تثبت له السمع والبصر، ليس كمثله شيء. يبقى سمعه ليس كسمع البشر، بصره ليس كبصر البشر. وهو قال عن الانسان سميعا بصيرا، ان الانسان كان ان هل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال سميعا بصيرا. اذا الاصل في ذلك بانك تثبته دون التمثيل دون التشبيه ودون ايضا دون التكييف، تجعل للصفات كيفيه يعلمها الله جل وعلا، لكن تثبت ان الله يضحك. لذلك شوف ابو رزين ما يقول بقى احد او غير احد. ابو رزين سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول
ان الله يضحك، قال او يضحك ربنا، قال نعم، قال اذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. لما يقابلني يوم القيامه يتبشبش يضحك، فانا من الناجين، يبقى اراد الله ليها النجاه. فاذا الادله بحر من الكتاب والسنه على ان كل حديث جاء به نبي وجب الاخذ به اعتقادا وعملا، اعتقادا وعملا. وليش نفرق؟ ما الفارق؟ ثبت بالاحاديث عند البحث في الاسانيد، ثبت ان الاسناد كالشمس، اذا وجب العمل به، وجب الاخذ به ووجب العمل به. قال الله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما من الاسماء المبهمه اصوليا، يبقى مع ذلك كل ما اتاكم به نبي وجب عليكم ان تاخذوا به، سواء كان احادا او كان ايش؟ او كان متواترا، متواترا، قلت متواترا. الايه المتواتره هي التي تبين لكم انه وجب عليكم الاخذ بالحديث اعتقادا وعملا. وما من الاسماء المبهمه، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ايضا من ذلك قول الله تعالى: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ان جاءكم فاسق واحد اهو الان، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى تتبين حتى يظهر لك صدق كلامه فتقبله او ترده. ان جاءكم فاسق، وجد من هذه الآية المفهوم اولا، ان جاءكم عدل فاعملوا بقوله، يبقى لا تتبين، تعمل بقوله. ان جاءكم عدل، وجاءكم هنا فيها دلالة واضحة جدا على ان العدل هذا الذي جاء وهو من اهل الاسلام، عليك ان تاخذ بقولي دون ان تتبين، دون ان تتبين. وهذه ايضا فيها دلاله انه ما اتى به عموما لابد ان يعمل به، انه قد ياتي به احد وياتي به ايضا اعتقادا. من اتى به فعليه وجوبا كما قلنا، ان كان عدلا على الامه وجوبا ان تاخذ بقولي وتعمل به. وقد قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين. قال ابن عباس: الطائفه تبدا من الواحد، الجماعه تبدا من الواحد. قال ابن عباس: نطلق الطائفه تطلق على الجماعه والواحد. قال ابن عباس: وليشهد عدمهم طائفه من الناس. قال: الطائفه واحد فما فوق، واحد فما فوق، على قول ابن عباس. فلو نفر من كل فرقه منهم طائفه، والطائفه تطلق على الواحد وتطلق على الجمع. يبقى اذا لو لواحد يبقى وجب عليك ان تاخذ، انه سينذر قومه، فلا بد من العمل به ومن الاخذ بما جاء به. وايضا من الاستدلالات العظيمه في هذا الباب ان حديث الاحاد لابد من الاخذ به ولا يجوز رده، قول الله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. المورود انت لا تعلم، لابد ان ترجع للاعلم يفصل لك القول، متى يقبل الحديث، متى يرد الحديث، وان رد الحديث كيف يرد وبما يرد. لان الحديث لو صح عن انسان وكان كالشمس كيف يرد؟ كيف تكون مجابهة لله ولرسوله؟ لذلك قال الله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني سالوا اهل الذكر على هذا الباب او اي باب تريدونه، واذا اتاكم من احاديث متواتره او احاد وجب عليكم الاخذ بها، وجب عليكم الاخذ بها. وقد قال: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال تعالى: وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، ترى من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. شوف هنا الرجل واحد وهو الذي نصح الجميع، نصح جميع أمتي، اتبعوا المرسلين، كلمة حق قالها: اتبعوا المرسلين، نصح أمتي. فهذا هذه العدالة، العدالة تؤخذ، وهنا تؤخذ في العقائد والمعاملات، لأنه قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين في كل شيء، بقوله هو اتبعوهم أيضا في الأحاد وفي المتواتر. وايضا يقول الله جل في علاه: من وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. وايضا لما جاءهم ابو بكر وقال: تقتلون رجلا يقول ربي الله، ومصعب بن عمير، هنا تاتي الادله البحر من السنه كما سياتي. مصعب بن عمير الذي كانت النساء تعرفه بطيبه، كان سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، واسلم على ذي كثير من اهل الاسلام. انظر بقى هنا الانصار ممن تخالفوهم وتوافقوهم، ما ذهب لهم الا مصعب. مصعب وحده هو كان الداعي، وكان سببا في اسلام سعد بن معاذ ومن وراءه جميعا، سبب في اسلام كثير من الصحابه الكرام من الانصار، وبعث الله وهو واحد،
بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يؤسس للدعوة الإسلامية في المدينة، واحد هو الذي ذهب. ولذلك عندنا الأدلة كثيرة جدا التي تثبت أن حديث الأحاد يؤخذ في الاعتقاد ويؤخذ أيضا في الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث اليمن، وكان فيهم اليهود، اليهود أهل الكتاب وعندهم التوراة، فأراد أن يبعث لهم أحدا يعلمهم، فبعث إليهم معاذا رضي الله عنه أرضاه وحده، وقال له فليكن أول ما إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. فلما قال له ذلك بعثه وحده، وهي الدلالة واضحة جدا أنهم قبلوه في الاعتقاد، أنه قال أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له، هذا اعتقاده الآن، وما لهم الصلاة والزكاة على ذلك. لكن هو جمع بين اثنين، واحد هو الذي دعاهم إلى الله جل في علاه، ودعاهم إلى عبادة الله جل في علاه. وأيضا لما جاء أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا منه أن يبعث معهم غلام يعلمهم أو غلام يعلمهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبعث لكم بأمين هذه الأمة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح، حق أمين، أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن جراح، حق أمين. ففيها دلالة واضحة جدا هنا على أن الواحد يكون حجة في الاعتقاد وأيضا في الأحكام. والحديث بقية إن شاء الله في الأسابيع القادمة لنبين الفرقتين الضالتين يعني، وهما قد ردتا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الأدلة بحر من الكتاب، ما لا يستطيعون أن يقولوا لها شيئا، بحر من الكتاب تثبت أن الواحد حجة، وأن حديث الأحد حجة، يعمل به في العبادات، ويعمل فيه به في المعاملات، ويعمل به في المعتقدات أيضا. نسأل الله أن يجعلنا نسلك درب الصالحين، وأن نسلك سنة سيد المرسلين، وأن نعظم هذه السنة وأن نوقرها، ونسأل الله أن ندفع كل بدعة عنها، ناصرين لدين الله جل في علاه، مخلصين في ذلك. اللهم أخلص قلوبنا لك، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.